تعلمون جيدا كذلك ورفقتمونا في إجراء الامتحانات المدرسية الوطنية بعنوان سنة 2023، سواء كان تعلق الأمر بامتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي أو امتحان شهادة التعليم المتوسط أو وصولا إلى إجراء امتحان شهادة البكالوريا. وكل هذه الامتحانات كما رفقتمونا ورأيتم دارت في ظروف حسنة ومنظمة وكانت بإحكام لأسباب كثيرة، أولا لتضافر جهود الجميع، ثانيا لقيام أجهزة الدولة بواجبها كاملا من دوائر وزارية وقطاعات شريكة بشكل مباشر وغير مباشر، وكذلك الدور الكبير والفعال للأسلاك الأمنية التي قامت بواجبها كذلك كاملا لتمكين الامتحان من أن يجرى في ظروف حسنة. واجتاز أبناؤنا يعني بين امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا أكثر من 1.5 مليون مترشح شاركوا في الامتحان ودار الامتحان في طمأنينة وسكينة، وهو ما تداعى بالإيجاب على نتائج كل هذه الامتحانات.